السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نستقبل الموسم الشتوي، ما نشاهده محصول من أشهر المحاصيل الشتوية، وهو محصول العلف الأول في مصر. هذا هو محصول البرسيم المصري، التاريخ 24 سبتمبر 2020. المزارع هنا حرص على زراعة البرسيم مبكرا كما نشاهد. هذه بادرات البرسيم. البرسيم نبات يتبع العائلة البقولية، المجموع الجذري كما نشاهد وتدي عليه عقد بكتيرية تثبت الأزوت الجوي في التربة. عندنا من أصناف البرسيم المصري في أصناف خضراوي وفي مسقاوي. يبقى أصناف البرسيم المصري الشهيرة أو المشهورة عندنا الخضراوي والمسقاوي. وبإذن الله هذه الأصناف تعطي من 4 إلى 5 حشات في الموسم الشتوي. لكن جدير بالذكر أن نؤكد، هناك نوع آخر من البرسيم يسمى برسيم فحل، هو يعطي محصول كبير ولكنه يعطي حشة واحدة. أما ما بين أيدينا وما نشاهده هو البرسيم المسقاوي أو الخضراوي، والبرسيم المصري يعطي من 4 إلى 5 حشات في الموسم. طبعا البرسيم محصول هام جدا للعلف، يغذي الحيوانات المنزلية الأبقار والجاموس، ويساعده على إضرار اللبن وتكوين اللحم. هذا هو محصول البرسيم كمحصول شتوي، وهذا هو طائر أبي قردان وهو صديق الفلاح. والطائر تواجد هنا لأن المزارع يقوم بعملية ري الأرض. إذن هذا هو محصول البرسيم، وهذه هي طيور أبي قردان. ونحن نتحدث عن المحاصيل الشتوية، هذا هو محصول الفول البلدي، والفول البلدي يتبع العائلة البقولية، كذلك المجموع الجذري وتدي، وهو يثبت الأزوت الجوي في التربة. طبعا هو إذا كانت النباتات متزاحمة يتم الخف. هذا هو نبات الفول البلدي كما نشاهد، هذه الحبة حبة الفول، هذه هي البادرة. إن شاء الله مع نمو النبات سيتكون مجموع جذري قوي وتدي يثبت الأزوت الجوي في التربة. هذه حبة الفول، إذن هذه نباتات الفول البلدي، هذه حبة الفول، هذه البادرة.
ويلاحظ أن الفول النمو بتاعه النمو أرضي، بخلاف مثلا محصول زي القطن نمو هوائي، أما هنا الفول نمو أرضي. عن نبات الفول كمحصول شتوي، وعن نبات البرسيم كمحصول علف شتوي رئيسي. ونؤكد أن المزارع هنا حرص على الزراعة المبكرة، وبالتالي سيقوم بتقديم أعلاف خضراء مبكرة لحيواناته المزرعية. عن البرسيم المصري، عن محصول الفول البلدي، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. إذن ونحن في نهاية الموسم الصيفي، ما نشاهده هذه إحدى الخضر الصيفية أو الخضروات الصيفية، نبات البامية. هذا ما لدينا ونشكركم ونشكر حسن المتابعة. شكرا.